وللحديث عن المفاوضات الإثيوبية السودانية المصرية ورفض القاهرة وإثيوبيا بمشاركة معلومات ملء أو حول الملء الثاني لسد النهضة والموقف السوداني من ذلك، ينضم إلينا من الخرطوم السيد أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة. مرحبا بك معنا سيد أشرف. مرحبا وعليكم السلام. مصر رفضت عرضا إثيوبيا بمشاركة معلومات حول الملء الثاني لسد النهضة، كيف تقرؤون هذا الرفض؟ هذا الرفض هو رفض مبرر باعتبار أن إثيوبيا تريد أن تزايد على قضية سد النهضة وتريد أن تقوم بعملية الملء دون أي اتفاق قانوني وملزم. إثيوبيا تحاول يعني الاستفادة من الوقت وإطالة أمد التفاوض لحين الوصول إلى مفتقاها وهدفها الوحيد وهو عملية ملء وتشغيل بحيرة السد دون أي اتفاق في مرحلتها الثانية بحوالي 13.3 مليار مكعب. إذن السودان ومصر يدركان تماما هذه الألعاب وبالتالي استبقا هذه المحاولات ورفضا هذه المشاورات من قبل الجانب الإثيوبي بشأن تبادل المعلومات فيما يتعلق بقضية الملء. نعم، إلى أي مدى هناك يعني اتفاق ما أو تشابه في الموقف، موقف الخرطوم مع القاهرة في قضية سد النهضة، لا سيما بعد اشتراطات مشتركة من الخرطوم والقاهرة لتوقيع اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا لتبادل معلومات؟ يعني كما تفضلت إنه النقطة الأولى والأساسية والجوهرية هي توقيع اتفاق قانوني وملزم بالنسبة لعملية ملء وتشغيل البحيرة في المرحلة الثانية. السودان ومصر يتفقان على ذلك، وكذلك كانت مصر أيضا قد وافقت على مقترح الوساطة الرباعية التي تقدم به السودان لتسهيل وتذليل عملية التفاوض بتدخل من قبل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمتحدة والأمم المتحدة. كان هذا هو مقترح السودان لأن المفاوضات بشكلها السابق أصبحت دائرية وعبارة عن منهاج زمنية لم يتم التوصل فيها لأي اتفاق طوال العشر سنوات الماضية، وبالتالي اقترحت الخرطوم أن يتدخل خبراء باعتبار أن هذه الجهات والمؤسسات هي ضليعة وذات علاقة ومتصلة بملف سد النهضة، وكانت هذه هي مطالبة السودان التي وافقت عليها مصر. أيضا السودان ومصر الاثنان يتفقان على ضرورة التوقيت هذه القضية الآن في مرحلتها الحالية في الجانب القانوني إلى مجلس الأمن، خاصة في ظل تعنت الموقف الإثيوبي وتأكيد إثيوبيا على أن عملية الملء ستتم في يوليو القادم، ولكن تم الاكتشاف أنها ستتم في مايو وفي يونيو القادمين. نعم، ما هي ملاحظاتكم على الأحاديث الأحادية التي تلجأ لها إثيوبيا؟ هل يمكن بالفعل أن توفر حلا لقضية السد؟ إثيوبيا تزايد على المواقف وتحاول إطالة أمد المفاوضات. إثيوبيا تحاول في هذه الفترة فقط الوصول إلى مفتقاها كما تفضلت، لأن قضية سد النهضة هي قضية مزايدة بين الحكومة الإثيوبية والمعارضة الإثيوبية. الحكومة الإثيوبية من جانبها تحاول أن تزايد على هذه القضية حتى تقول أنها قامت بهذا الإنجاز باعتبار الانتخابات على الأبواب في إثيوبيا، والمعارضة تقول أنها مصرة ومستمسكة بهذه المسألة حتى يعني تمضي الأمور إلى الانتخابات وتكسب رصيدا أكبر فيما يتعلق بهذا الجانب من الخطاب. إذا إثيوبيا جميعها متفقة حكومة ومعارضة على هذا الموقف، وبالتالي ستكون متعنتة ومصرة على عملية الملء في مرحلتها الثانية بحوالي 13.3 مليار متر مكعب. أستاذ أشرف، هل هناك ثمة مخاطر تنطوي على السودان من هذا المشروع، أم أنه كما تقول إثيوبيا بأنه ليس مصدر قلق للسودان؟ لا، بالتأكيد وزارة الري السودانية على لسان وزير الري ياسر عباس أكدت بشكل واضح أن حوالي 20 مليون سوداني على اتفاق الملء سيتأثرون بهذا الملء إذا لم يتم وفقا للاتفاق القانوني والملزم. ومعلوم أيضا أن سد الرصيرة الذي يعتمد عليه السودان بشكل اساسي في الكهرباء وري المشروعات الزراعيه ايضا يبعد من سد النهضه حوالي 15 كيلومتر، وبالتالي كل هذه المسائل تشير الى ان السودان سيتاثر، وقال ذلك بوضوح عبر وزير الري ياسر عباس. نعم، سيد اشرف، بصراحه الا ترى ان القاهره والخرطوم تاخرتا وان مشروع السد اصبح امرا واقعا؟ هناك من يحذر من حرب جديده، حرب مياه كما يقولون، ما السيناريوهات المتوقعة برأيكم؟ بالفعل يعني لكن القاهرة والخرطوم كان قد اتبعا يعني طريق التفاوض، وهذا هو طريق الاتحاد الأفريقي.
اثيوبيا هي التي ظلت تتحايل على ذلك، ولكن هذا لا يعني ان اثيوبيا وصلت الى نهايات مشروعها. القاهره والخرطوم قادرتان حتى الان لايقاف هذا العبث باعتبار انهما سيلجان الى مجلس الامن الدولي وسيتخذ قراره. النقطه الثانيه والاساسيه، هذه المنطقه منطقه استراتيجيه كونها تطاحن البحر الاحمر، باعتبار ان منطقه البحر الاحمر هي منطقه اطماع ونفوذ، وتعلم ان كل السفن التجاريه وكذلك كثير من القواعد العسكريه يمكن ان تقام عليها، كما انها تشكل يعني امن، تشكل واحده من النقاط المهمه بالنسبه لامن اسرائيل، لان ايران كانت تهرب وتسرب السلاح لحركه النظام الاسرائيلي حماس من هذه المنطقه. اذا كل ذلك يجعل عيون الولايات المتحده وبقيه الدول الكبرى هي متجهه لاتجاه لحلول سلميه في هذه المنطقه دون يعني الحرب، باعتبار انها الخيار النهائي. الزياره الاخيره التي قام فيها كولن بوس المبعوث السلام الامريكي الى السودان وبرفقته مساعد وزير الخارجيه الامريكي للبيئه والمحيطات، فضلا عن وجود ايضا في ذلك التوقيت المبعوث الاوروبي فاندل، ويعني قيامه هنا بجوله شملت مصر والسودان والكونغو وسيريا، كلها تؤكد على ان المجتمع الدولي حريص على عدم الهاب هذا المناخ في هذه المنطقه وصولا الى الحرب. شكرا لك السيد اشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفه الجريده، كنت معنا من الخرطوم.